يقول: هل هذا التعريف للشرك تعريف صحيح، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ هذا في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، لكن المراد بالشرك الذي جاء القرآن بالنهي عنه الشرك في العبادة، عبادة غير الله. الشرك هو دعوة غير الله أو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. نعم. أما شرك الربوبية هذا قل من وقع فيه، قل أو ما هو موجود أيضا. نعم.